لقاء الخميس أثارت جدل واضح بعد تصريحاتها اللي كانت صدمة لكتير من الناس واللي كانت سبب في غضب جمهورها. لقاء الخميس طلعت في برنامج وقالت أنا مسلمة في البطاقة بس أنا ديانتي المحبة، وقالت كمان إنها مسلمة بالوراثة وفي الباسبور بس علشان والدها وإخواتها وجوزها وأبنائها مسلمين، لكن هي ديانتها المحبة، وقالت أنا دين المحبة وأي دين فيه محبة فأنا مؤمنة بيه. لقاء ما اكتفتش بكده، ده قالت كمان انا والدتي مسيحية ووالدي مسلم، يعني انا اتربيت في بيت فيه ديانتين فطبيعي احبهم هما الاتنين، وانها بتحترم كل الناس وكل الاديان، وانها كانت في بلد بيعيش فيها المسلم والمسيحي والهندوسي وكانوا صغيرين واصحاب وما فيش اي تفرقة بينهم خالص وكانوا كلهم مؤمنين بوجود اله. لقاء الخميس كمان قالت ان المسلم من اسلم قلبه للاله وانا اسلمت قلبي للاله بكل الاديان وبحترم كل الناس. والحقيقة تصريحات لقاء الخميس اتقابلت بغضب شديد جدا من الناس، وبدأوا يظهروا غضبهم منها بالسخرية منها على مواقع التواصل الاجتماعي في منشورات ساخرة. لقاء الخميسي ممثلة لها جمهور كبير وجمهورها كمان بيحبها علشان خفة دمها وردود أفعالها الطريفة. زوجها عبد المنصف حارس مرمى الزمالك اللي طلعوا في برنامج وحكوا قصة ارتباطهم وإنهم حبوا بعض من أول نظرة. لقاء الخميسي عملت أفلام ومسلسلات كتير ودورها دايما كان بيتسم بخفة الدم وعلشان كده نالت حب الجمهور، ومن أشهر أعمالها مسلسل راجل وست ستات مع الفنان أشرف عبد الباقي وفيلم عسكر في المعسكر مع الفنان محمد هنيدي وغيرهم كتير من الأعمال. لقاء كمان قالت إنها عاوزة تعتذر لنفسها بسبب إنها في وقت معين مرت بفترة عصبية أدت إلى إن ثقتها بنفسها قلت جدا في فترة ما، لكن بعد كده رجعت لها ثقتها بنفسها من جديد. معلقة: بعتذر لنفسي لأني في مرحلة اتهزيت في حب لنفسي وما كنتش بحب نفسي، وبشكر نفسي لأن في لحظة ما ربنا هداني ورجعت أحب نفسي من تاني. وياريتها سكتت لحد هنا، دي قالت كمان خلال لقاء مع برنامج جيرلز سبيس: انا عندي صحاب الرجالة كتير قوي، يعني صحاب الرجالة اكتر من الستات، ومحمد جوزي متقبل ده لان في منهم ناس اعرفهم من قبله وهم اتنين قريبين ليا جدا، وطالما العلاقة في اطارها المتعارف عليه فخلاص. لقاء الخميسي كانت بتتجنب يكون ليها موقف سياسي او رأي اتجاه قضية ما بحيث تحافظ على جمهورها، ولكن تصريحاتها الاخيرة كانت صادمة بالنسبة لجمهورها. سبب غضب الناس من تصريحاتها انها فيها ايحاء بعدم اقتناعها بالدين قناعة تامة وانها مسلمة بالاجبار، حتى لو كان الاجبار ده بيتمثل في انها مش حابة تخالف اسرتها مش بيتمثل في سلطة قضائية. تفتكروا لقاء هتاخد بالها من غضب الناس بسبب تصريحاتها وهتطلع تصلح الموقف وتقول انها مجرد التعبير خانها، ولا هتتجاهل غضب جمهورها وتكمل وكأن شيئا لم يكن؟ ده اللي هنشوفه هيبان في الايام اللي جاية.